أول تعليق لأحمد علي عبد الله صالح وموقفه من تطبيع الإمارات مع إسرائيل، فلنشاهد التفاصيل. أفاد مصدر مقرب من السفير أحمد علي عبد الله صالح نقل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح بأن الأول بعث برقية تهنئة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد مهنئا له فيها على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل والذي أعلن اليوم من العاصمة الأمريكية واشنطن. وبحسب المصدر فإن السفير أحمد علي أعرب عن سعادته الغامرة بالنجاحات التي تحققها السياسة الإماراتية على مستوى المنطقة لتوطيد أركان السلام في الشرق الأوسط وإنهاء حالة التوتر التي عاشته المنطقة لعقود من الزمن وما تخللها من حروب أضرت بمصالح الدول العربية وبمصالح إسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الخميس عن اتفاق سلام وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات. وأكد ترامب في خطاب متلفز نقلته وسائل الإعلام بأن إسرائيل والإمارات سيطبعان العلاقات بينهما رسميا ويتبادلان السفراء. وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر أنه جرى الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي وولي عهد أبو ظبي على تطبيع كامل للعلاقات. بدورها قالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية أن تل أبيب وافقت على تأجيل خطة الضم مقابل تطبيع العلاقات مع أبو ظبي. من جانبها أعلن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أن الاتصال بينه وبين ترامب ونتنياهو أدى إلى وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية.